عمر رضوان بالبوكس، عمر رضوان اترد التاني لهلال، استلام بعرضية بخطيرة والتعادل، التعادل من كريم بامبو. هوبا احمد ياسر، احمد ياسر في الوقت الحاسم في الوقت القاتل يظهر احمد ياسر ويعيد مرة اخرى البنك الاهلي للمباراة، يعيد مرة أخرى البنك الأهلي للمباراة في الوقت القاتل. قلت كريم بامبو، لا ده أحمد ياسر، أحمد ياسر. شوف العرضية بتاعت هلال، عرضية بالمقاس وضربة رأسية تخبط في الأرض وفي الشبكة. عمر رضوان 1-1 جول حلو أحمد ياسر في الدقيقة 90 هدف قاتل لكتيبة عبد الحميد دسيوني، هدف قاتل لفريق الطلائع اللي يعني دافع لمدة 89 دقيقة بشكل جيد، ولكن كرة واحدة من أحمد ياسر وإلى شباك عمر رضوان، و1-1 سجدة شكر طبعا من أحمد ياسر على الهدف الجميل، ضربة رأسية حلوة. لكن محمد هلال رايح يبوس دماغه طبعا، لانه رجع مره تانية الفريق للمباراه في الدقيقه 90، 5 دقايق وقت بدل ضايع.